بداية أنا يعني مبسوط جدا أنا هنا و ومن الحاجة من الحاجات اللي كنت عايز أبدأ بيها أن أنا بحب البلد دي جدا و واللي بيحبها زي يرفع إيده. أنا عايز أبدأ بموضوع لما كلموني على موضوع تيد حوالي من أسبوع ومن أسبوعين أنا كنت بصراحة مبسوط قوي لأن دي فرصة كنت أتمناها من زمان وأن دي شيء إيجابي ودي حاجة مهمة جداً جداً في حياة البني آدم وده اللي أنا وصلت له بصراحة من خبرة حياتي أن الشيء الإيجابية أو السعادة في حد ذاتها هي دي أكتر حاجة بتحركني. مصر فيها الحاجتين دول بس ناس كتير مش عارفة كده. في دراسات كتير قوي اتعملت على الموضوع ده وجامعة هارفارد منها من الجامعات دي عملوا من أكبر دراسات في العالم والدراسة دي بتتكلم على السعادة والإيجابية وهو ده سبب اللي أنا جيت عشانه إن أنا عايز أتكلم على إن أنت إزاي تبقى إنسان ناجح وإزاي إن أنت توصل إن أنت تعمل اتزان في حياتك في بوينتس معينة هتكلم عليها هما 6 بوينتس. من الحاجة من الحاجات اللي كنت عايز أتكلم عليها بداية اللي هي جامعة هارفارد عملت عليها دراسة حوالي 80 سنة حوالي 700 فرد 700 فرد دول بما فيهم أبنائهم حوالي 2000 واحد. الدراسة دي بتتكلم عن السعادة والإيجابية في الحياة ودي من أكتر الحاجات بصراحة اللي أثرت فيها جدا وخلتني أبقى إنسان عندي إصرار وعزيمة قوية جدا وهو ده التريجر اللي جابني هنا إن أنا عايز الأفكار دي لأن أي فكرة بسيطة ممكن تغير حياة بني آدم وتحوله من إنسان إن هو يكون يعني ملوش أي فايدة في الحياة لإنسان إن هو يبقى يعني ناجح جدا. ممكن نبدأ بأول فكرة اللي هي إن هما بعد ما عملوا الدراسة دي لمدة 75 سنة اكتشفوا إن أكتر حاجة بعد ما سألوا ناس كتير جدا أكتر حاجة ممكن تخلي الإنسان سعيد وإيجابي في الحياة حاجة الناس مش متخيلها خالص لأن 80% من الناس اللي عملوا البحث ده قال لك الفلوس و 50% قالوا الشهرة عكس ما الناس كانت متوقعة تماما لا هي العلاقات. العلاقات هي كلمة ممكن تكون بسيطة بس هي فعلا أكتر حاجة ممكن تحرك وتخليك تبقى إنسان إيجابي جدا وإنسان ناجح جدا وده اللي بيخليني أحب البلد دي إن البلد دي فيها الحتة دي قوي وأنا سافرت طول عمري برا مصر وسافرت كتير جدا وتعلمت أغلبية دراساتي برا مصر. النقطة دي قوية جدا في مصر العلاقات ما بين الأفراد والعلاقات ما بين الأفراد مش شاملة بس أهلك لا هي شاملة علاقتك ودينك وعقيدتك وفكرك في الحياة وده بياخدنا لتاني بوينتس إن أنت مهم جدا جدا في الحياة إن أنت يكون عندك تارجتس. التارجتس دي اللي هي يعني تتحدد بالظبط في إن أنت يكون عندك طموحات ويكون عندك إرادة قوية جدا هي حاجة مش سهلة أنا عارف ده كويس بس أنا حوالي من 13 سنة اكتشفت إن أنا لازم أكتب الحاجات دي لأن مع الوقت الإنسان بينسى فمهم جدا 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 إن أنت يكون عندك أهداف وطموحات وتكتبها ومهم قوي إن أنت كل يوم تصحى الصبح تقرأ الحاجات دي لأنك أنت مع الوقت بتنسى والدنيا بتاخدك مع التكنولوجيا اللي احنا بقينا عايشين فيها الوقتي بقى صعب قوي قوي إن أنت تركز في الحاجات دي. اللي كنت عايز أقوله بقى اللي خلاني الحمد لله يعني أنا نجحت في اللي أنا عملته إن أنا غيرت كارير حياتي وعملت السباق الصعب ده إن أنا مش مجرد كان عندي أهداف وطموحات بس لا دا
ده انا وصلت للطموحات دي بطريق مختلف اللي هو بيسموها out of the box. مش مهم انت توصل لطموحاتك واهدافك ازاي. يعني انا بصراحه كان كل اللي يهمني ان انا ما اذيش حد. بس يعني انا عايز الناس دايما لما تيجي تفكر ان هو مش اسطمبه. يعني ما هو مش عايز ابقى طيار وخلاص، مش عايز ابقى مجرد عملت الايرون مان وخلاص. لا، انا عايز الفكره دي توصل للناس ان انت مهم قوي ان انت يكون ليك فكر ثالث، حتى لو هتروح من طريق ثالث خالص. المهم ان الطريق ده ما يكونش بيزي حد وتكون بتحقق اللي انت تكون عايزه. دي نقطه مهمه جدا. يعني انا لما عملت السباق ده، السباق ده صعب جدا جدا جدا، بتاخد حوالي سنه ونص تتمرن لو انت ما عندكش اي خلفيه رياضيه، وحوالي 6-7 شهور لو انت انسان رياضي يعني وعندك فيتنس كويس. انا قررت ان انا اطلع السباق ده قبل ما اخلص التريننج بتاعي بحوالي 3 شهور. كنت معايا 4 من صحابي وقررت اطلع بدري عشان اخترت سباق اسهل شويه في المكان في المناخ، وكان مناسبني جدا للبلد اللي كنت رايح. بس رحتها عشان ده اللي انا كنت بقول عليه، ان انا كنتش جاهز جدا بدنيا بنسبه 40%، بس كنت جاهز فكريا وكنت جاهز ذهنيا ان انا احقق حاجه زي كده. ودي نقطه خلتني بقيت اول مصري يعمل السباق ده. هتقولوا لي كتير قوي ناس بتقول لي طب انت ايه اللي استفدته من انت عملت السباق ده؟ السباق ان انت تعمل سباق صعب عليك قوي كده بالمسافات اللي هو قالها لك عليها يوسف، دي حاجه مش سهله، لان هي جسم الانسان الطبيعي مش مفروض يعمل المسافات دي. بس ذهنك لما بتفكر تستخدم بقى قدرات تانية في جسمك وتستخدم ذهنك وعقلك، بتبدا بقى تحقق الحاجات دي، فبالتالي بتكسر حدود مش موجوده عند اي حد، وتفكيرك بيتغير تماما. بتبقى انت قاعد في اوضه الناس كلها بتتكلم في حاجه وانت يعني سابق الناس دي مش بشهور، بسنين. ودي اكتر حاجه علمتها لي بصراحه الرياضه، ان 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 البوينتس بقى اللي هي الثالثه، ان انت ازاي يبقى عندك عزيمه واصرار وتواضع. دي بوينت فرقت معايا جدا في حياتي. يعني قد ايه الرياضه بتخلي عندي قدره على الصبر وان انا يكون عندي عزيمه في تحقيق اللي انا عايز اعمله غير طبيعيه. بالاضافه طبعا هي بتخلي جسمك يبقى كويس وتفكيرك يبقى كويس وشكلك كويس وكل حاجه. بس اكتر حاجه علمتها لي الرياضه هي الصبر، وان هي بتخليك تتعرف على ناس كويسه قوي طول ما انت عايش في حياتك. اكتر واحد اثر فيا بصراحه في الموضوع ده كمان الدكتور مصطفى محمود. كان دايما يقول كده كوت او مقوله قويه جدا، ان احنا قوم نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الكلمه دي يعني ممكن تبقى سهله عند ناس كتير، بس تطبيقها صعب جدا. بس لو عرفت تحققها يعني انت مش يعني مش تبقى انسان ناجح، انت هتعدي كل يعني الحدود في النجاح. صعب عليك قوي ان انت تبقى حاجه بتحبها وما تعملهاش، والعكس صحيح. احنا كده وصلنا بوينت نمبر 3 اللي هي 3. نبدا بقى نتكلم على نقطه رقم 4. والبوينتس دي انا حددتها بالترتيب ده، لأن بحس إن 2 ما تنفعش تبقى رقم 3، وما ينفعش 2 تبقى رقم 1، لأن بحس إن الرقم 1 هي اللي بتخدم رقم 2. البوينت اللي أنا أتكلم عليها هي عيوب النفس، وان انت ازاي يبقى عندك القدره على ان انت تواجه الحاجات دي. ازاي بقى؟ بالعلم والقرايه. ودي البوينت اللي انا بتكلم عليها دلوقتي، رقم 4، ان انت ازاي يبقى عندك القدره على العلم والقرايه وان انت تبقى ناجح جدا في الجزئيه دي، لانها بتخدم البوينت نمبر 5 اللي هي عيوب النفس. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ومهما انت عندك كان خبرة في الحياة
عمرها ما هتساعدك زي ما انت يكون عندك علم وقرايه. والعلم والقرايه مش مجرد ان انت تبقى ناجح وتتعلم في جامعات بره او تاخد علم بس، لا، ده انت يبقى عندك القدره ان انت على قد ما بتاخد على قد ما تدي. وهي دي اكتر حاجه جابتني النهارده. انا يمكن ما عنديش خبره قوي في ان انا اتكلم اكتر من ان انا اسمع، بس قلت اجي النهارده عشان ده، ان انا كنت عايز ادي شويه افكار بسيطه من اللي انا اتعلمته في حياتي اكتر من اللي انا خدت. ودي بوينت مهمه جدا جدا جدا، ان انت على قد ما انت بتتعلم وبتقرا وبتشوف لازم يبقى عندك القدره ان انت تدي الحاجه دي للناس. لو انت وصلت لحاجه زي كده يبقى ده كويس جدا جدا. عيوب النفس بقى اللي هي البوينت رقم 5، دي انا اتعلمتها بس من 3 سنين. الست حاجات دول يعني انا دي خبره حياتي كلها، مش حاجه سهله. انا عشان اتعلم حاجات شويه في نفس البشريه اخدت فتره طويله، وكان منها ان انا ارتبطت وقعدت حوالي سنه ونص في العلاقه دي. ممكن يعني نقول عليها ان انا فشلت في العلاقه دي، بس على قد ما انا فشلت على قد ما انا اتعلمت جدا جدا منها. وبقول الحمد لله، لان الانسان دايما الاخطاء هي اللي بتخليك احسن من بكره. يعني مش مهم انا عملت ايه امبارح، المهم ان انا الوقت ايه وهبقى بكره ايه. ودايما بيقولوا، حتى دايما يعني دايما دكاتره العلم النفس والناس اللي فاهمين في العلم بالحياه الاجتماعيه بيقولوا يعني اكتر حاجه بتعلم البني ادم 3 حاجات: الجوع حاجه منهم، بس طبعا هي دي حاجه ممكن ناس كتير ما تستوعبهاش، وان انت كده دخلت في علاقات وتفشل فيها، ودي بتعلمك حاجات كتير قوي في الحياه يمكن لما جربهاش مش هيحسها. والحاجه الثالثه اللي بيسافر كتير هيعرفها، الفلوس، ان انت تكون يعني معكش فلوس. دي حاجه بتعلم دروس في الحياه غير طبيعيه. ولو انا بصراحه هقول يعني في عيوب النفس ايه اكتر حاجه ممكن اوصلها للناس، ان الناس تسافر. السفر علمني مش 1,000,000 حاجه، علمني 2,000,000 حاجه. السفر والقرايه كانوا ليهم دور قوي جدا جدا في يوم النفس دي، ودي حاجه انا ادركتها من 3 سنين. ليه؟ عشان انا بشتغلت على نفسي. مهم قوي 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 ان الانسان يشتغل على نفسه، مش مجرد العلم بس ولا مجرد الرياضه بس. هو الفكره كلها في الاتزان، ان انت يبقى عندك القدره ان انت تتوازن في كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي. يعني انا قلت حاجه اتكلم في الحاجات دي كلها عشان كده. ممكن بقى نخلص الكلام بالنقطة رقم 6، والدراسات فيها بتتكلم في الموضوع ده. دراسات يعني أنا بصراحة ذهلت إن اكتشفت إن 45% من الحياة الطبيعية للبني آدم بيسمع بس، و 88% من الناس ما بيسمعوش كويس. فيوصلنا يعني النقطة مهمة جدا أنا دي تعلمتها مع الوقت، إن أنت لازم تسمع كويس قوي وتبقى آخر واحد تتكلم. يعني دي قدرة عالية جدا 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 مش موجودة عند أي حد. النقطة دي كلها أنا بقولها ليه؟ لأن لو أنت قدرت إن أنت تتزن في الست بوينتس دول يبقى أنت حققت نجاح قوي جدا، وده هيوصلك ان انت تبقى انسان ناجح جدا في الحياه وهتبقى انسان مميز قوي. لان السعاده والايجابيه مش زي ما الناس كتير متخيلها. لا يعني ناس كتير قوي بتتخيل حاجات هي ممكن ما تكونش في ذهنهم تماما. ولو في حد عنده اي سؤال انا أبقى مرحب إن أنا أجاوب عليه.
شكراً.